السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا قطعة قصيرة جدا لطيفة هواي بيها معاني جديدة، لكن الأهم هاي موجهة للناس اللي ما عندهم فكرة عن الإنجليزي وحابين يقرون يتعلمون يقرون ويترجمون. خليكم وياي. أول شيء عندنا I بمعنى أنا، I نفس ما متعودين، و و أ و و إن ون و ت ونت، ذهب تو، هي go يذهب ماضيها شاذ went. شوف انتبه، احنا من نحول الفعل بالماضي بالانجليزي نحط ايدي، بس هذا شاذ صار went. فI went، انا ذهبت. to بمعنى الى، انا ذهبت الى. a، شوف من تشوف اي بينات فراغين نقراها a. زين هاي الا شنو محلها من الاعراب او شنو هي الا باللغة الانجليزية؟ هاي الا من تجي واحد هو بيها شغل، بس على الاغلب هي للتنكير، يعني من نريد نصف شغلة نكرة مفردة نقول إيه. يعني تسألني هذا شنو، أقول لك قلم. بالعربي نكرة قلم، بس بالإنجليزي ما أقول this is pen، أقول this is a pen، هذا قلم. شون عندنا مثلا التنوي ما تنكر. عموما أنا ذهبت لي نيو، إنه A و W نيو صير نيو restaurant، بس تلفظ هاي restaurant، أفضل لك الفضها restaurant. restaurant restaurant يعني هذا المقطع لا تقرأ، هذا المقطع الأي كأنما أنت ما شفته. restaurant okay. today أنا ذهبت إلى مطعم جديد اليوم. بالإنجليزي أول شيء الصفة بعدين الموصوف، فتصير شوية بالمقلوب بالترجمة. I went أدوري to a new restaurant today. today يعني اليوم. it هسه الدور ورا النقطة، معناتها خلصت هالجملة، بدينا جملة جديدة. بعد بدل ما أقول هسه الدور أنا أدحكي على المطعم، بدل ما أقول المطعم فتح مؤخرا، أعوض المطعم بمن ب it. it هي تعويض الغير العاقل، إنه it opened open يعني يفتح، opened فتح، إنه فتح recently مؤخر، recently مؤخرا، فإنه فتح مؤخرا. I saw، لا تلفظ ليها ساو مو ساو، saw saw هي ماضي سي بمعنى يرى. رأيت. I saw their ads on Facebook، أنا رأيت إعلاناتهم على فيسبوك. أنا رأيت their هي تملك إلهم، شو مثلا my ماتي my car سيارتي، their مالتهم. ads هي إعلانات، اختصار advertisements. فأنا رأيت إعلاناتهم on Facebook، على فيسبوك، اتذكر الفيسبوك on. the place و البل و اي، ليش اي؟ لان اكو اي بالنهاية و ذا معناته ال التعريف. the place يعني المكان، place معناته مكان. the place was nice، المكان كان لطيفا. نايس، شوف اتذكر نايس مو معناتها جميل، وكاتلين نايس مرادفة بيوتيفول وما ادري، غلط. نايس معناتها تجي لطيف، فالمكان كان لطيفا. but لكن it has the same food like all the restaurants. المكان كان لطيفا لكن، إنه يمتلك، الات تأخذ has، احنا have معناتها يمتلك، بينما has همينة يمتلك. بس هنا شنو الفرق بين الهاز والهاف؟ الهاف هي لبعض الضمائر والهاز لضمائر أخرى اللي هن الهي والشي والات. عموما إنه يمتلك، المكان كان جميل لكن، إنه يمتلك the same food يعني نفس الطعام. like هنا like مو بإعجاب، صارت مثل. إنه يمتلك نفس الطعام مثل all، شكو أي وراها all نلفظها O، فما نقول all نقول all. إنه يمتلك نفس الطعام مثل كل
المطاعم، يعني شكو مطعم يفتح هو نفس الأكل كنت أكل وما أعرف شنو هالسوالف. anyway I had، شوفوا هنا has أو have ماضيها had، بس يوم قلت لكم have و has مو بس معناتها يمتلك، أيضا تجي معناتها يأكل يشرب يتناول أوكي يقضي وقت. فأنا التحسب الوراها تعرف المعنى، يعني أنا قضيت وقت الهامبرجر لو تناولته. I had a hamburger لأن واحدة نكرة لف واحدة كليت فحطناها. أنا تناولت hamburger with يعني مع fries and cheese. fries أنا تناولت الهامبرجر مع with معناتها مع الفرايز اللي هن أصابع البطاطا نسميهم فرايز، بالبريطاني يسمون chips بس هو بالعالم كله فرنش فرايز. عموما مع أصابع البطاطا والجبن cheese سي اتش الفضاء cheese اللي بالنهاية ما تلفظ. it cost me إنها كلفتني. هنا كوست شاذة ما إلها مواقف فما نضيف لها إيدي. إنها كلفتني $15 $15 يعني تقريبا 20,000 أكثر. That is ridiculous. That is ridiculous. هذا مثير للسخرية مضحك يعني شيء تافه. ليش؟ Since when يعني هنا هو ما مقتنع بالسعر، قال since when. since معناتها منذ، when معناتها متى، فsince when يعني من إيش وقت، منذ متى. since when did fries with some cheese cost $3 يعني يقول من إيش وقت، منذ متى البطاطا مع بعض الجبن تكلف $3. هو اشتري لي جونيتين على 5,000 دينار. anyway and my hamburger was $12 والهمبرجر يعني اللي أكلت الشطيرة كانت $12 سعرها. if you want my advice هنا الاف إذا أنت أردت want شوف انتبه هاي went بالإي went ذهب I want بمعنى يريد. إذا أنت أردت my advice يعني نصيحتي، إذا أردت نصيحتي eat in traditional restaurants or at home. إذا أردت نصيحتي كل، شوف هنا بما أنه أكو فارزة معناتها جملة جديدة بدت، فهنا الجملة الجديدة البادية فعل مجرد هاي أمر. كل في مطاعم تقليدية أو في المنزل، لا تروح المطاعم أسمعها أنجوقية على مود يأخذون من عندك فلوس زايد. إذا تلاحظون كلمة ترا دي لا نجل المشكلة، شوف دائما عندك TI TION هاي شن 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 traditional restaurants يعني traditional تقليدي مطاعم تقليدية أو في المنزل. انتبه في المنزل لا تقول لي in home نقول at home. واضح؟ أتمنى تكونوا استفادتوا من هالمحاضرة صح شو متابعة بس تستاهلون. have a wonderful day. goodbye.